النهارده بعتنا الكاميرا بتاعت الحياه اليوم وزملائي في الحياه اليوم الحقيقه علشان نلتقي باحد المصريين اللي تم تحريرهم بعد اختطافهم على سواحل افريقيا. مصر قدرت ترجع ابنائها مره اخرى، واستقبلهم السفير عمرو عباس مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه في الخارج بالامس، واحنا بعتنا لهم الكاميرا عشان تلتقي بيهم. نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. جالنا شغل على خط افريقيا اللي هو نيجيريا الكاميرون، فابتدينا طبعا نشتغل على خط نيجيريا الكاميرون. اشتغلنا سفره ما حصلش اي مشكله، كان كل الوضع تمام. السفره الثانيه شحننا وكنا في اتجاهنا للكاميرون. يوم الاربع يوم 25/11 الساعه 10 بالليل كانت عمليه القرصنه على المركب. انا طبعا بشكر الرئيس فتح السيسي على المجهود الكبير اللي هو عمله معانا، ومن نجاح لنجاح دايما على طول، ويخلي البلد دي احسن بلد في الدنيا زي ما كانت. وبنشكر رئاسة الوزراء طبعا، ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة، كل الناس دي عملت معانا مجهود رهيب لحد ما رجعنا انا بالسلامة. وبرضو احب اشكر صاحب المركب اللي انا كنت عليها كابتن عدنان، برضو مجهوده كان مجهود جبار اللي هو لحد ما نرجع هنا بالسلامة الحمد لله. رحنا وزارة الخارجية وقدمنا ان ابننا مخطوف وكده، هم بصراحه يعني تعاطفوا معانا وبقوا على طول يتصلوا بينا وفي تواصل ويطمنونا ويقولوا احنا متابعين الموضوع ما تقلقوش، هي مساله وقت. هي مصر اتغيرت كتير طبعا الحمد لله، يعني احنا عندنا حكومتنا مهتميه بشعبها وببلدنا وبابنائها، فالحمد لله. يعني هم اساسا بصراحه كانوا في منتهى الذوق لما بنتصل بيهم وبيرد علينا، يعني السفير عمرو والسفير هيثم كل دول كانوا بيكلمونا في التليفون، ناس قمه في الذوق بصراحه. يعني ما فيش حد بيقول لنا كلمه الا كله اطمئنان وباسلوب حلو وبذوق وكده. انا بحب اشكرهم كلهم، وبقول للسيد عبد الفتاح السيسي شكرا، وبشكر وزاره الخارجيه ووزاره الهجره والسفاره المصريه سواء هنا او في نيجيريا او في الكاميرون، ان هم وقفوا معاهم وتعاونوا معاهم لغايه لما رجعوهم مصر. امر السيد الرئيس طبعا توصياته يعني، ورئيس الوزراء وزاره الخارجيه كلها، وزاره الهجره، سفير الكاميرون وصاحب السفينه اللي هو كابتن عدنان، المهم الناس دي كلها قامت بالواجب. يعني ما انت عارف سياده الرئيس اساسا في الحاجات دي ما توصاش، يعني سياده الرئيس في الحاجات دي توجيهاته سريعه، ومع وزاره الخارجيه مع رئيس الوزراء، يعني توجيهات الرئيس في الحاجات دي اساسا بتبقى سريعه شويه. يعني يمكن دي وطأت شويه كمان، يعني نظرا للظروف هناك يعني مناخيه وبتاع ووضع مختلف شويه، لكن سياده الرئيس في الحاجات دي اساسا يعني ما يتوصوش الحقيقة. كتر خيرهم اللي هم يعني بيشوفوا المصريين في الخارج وفي الداخل، يعني دي حاجة مشرفة لمصر في كل حتة، وواجهة مشرفة للعالم كله ان مصر تعمل كده عشان خاطر اتنين مصريين. وانا شايف ان هو يعني دي حاجة كويسة ان هي الدولة تقف معاك وتحاول ترجعك وتحاول تحافظ عليك ان انت ترجع بأمان وسلام لبلدك. دي حاجة يعني الواحد مش عايز اكتر من كده الحمد لله.